بارك إلى هنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور. آمين. آمين. طبعا إحنا عادة هاي سهرات إنجيلية نفسر فيها الكتاب المقدس، ولكن في تحديات في الحياة. التحدي اللي جديد وقديم اللي سمعناه إنه بالمختصر باحثة اسمها كارين كينغ بتقول إن أعلنت عن مخطوطة من على ورق البردة أو البردي، وهاي فيها أكم من سطر باللغة القبطية، بيقولوا إنها تعود هاي المخطوطة إلى القرن الرابع الميلادي، ويقال إنه المسيح يقول عن إحدى النساء زوجتي. كارين كينغ نفسها بتقول هذا ليس برهاناً إنه المسيح كان متزوجاً. أغلبك بس ترفع شوي. أيوة نعم. ليس هذا برهاناً إنه المسيح كان متزوجاً، بل برهان إنه بعض المسيحيين في القرن الرابع وقبل كانوا يعتقدون إنه المسيح كان متزوجا. معنى إذن هاي كينغ نفسها بتقولنا إنه هذا مش إثبات. فعندنا سؤالان. السؤال الأول، ما هي هذه المخطوطة؟ السؤال الثاني، ماذا يتغير علينا؟ صح ولا لا؟ احنا اخر تالي هالعمر، اخر النهار، اذا كان المسيح متزوجا. اولا، المخطوطه مجهوله السياق. شو يعني مجهوله السياق؟ يعني في عنا اكم من سطر، النص غير كامل. طبعا لما النص غير كامل تقدرش تحكم على شيء، بيكون عندك قلق. مدسوسه أو غير مدسوسة، هذا ما سيثبته العلم، راح يفحصوا نوع الحبر، نوع الورق وإلى آخره. لنفرض إنه في نص متكامل مع إنه غير متكامل، لا يوجد اسم المرأة، يعني مش مذكور إنه يسوع قال عن المجدلية مثلا زوجتي كذا وكذا أو سأبقى معها. نفس كارين شو بتقولنا، كينغ عفوا، تقولنا انه هذا النص مرتبط بكتابات اخرى غنوصيه. غنوصيه جاي من الكلمه اليونانيه غنوسيس، يعني المعرفه، هرطقت المعرفه، طبعا بتاثير يهودي كمان، هرطقت المعرفه. ومش ممكن كما شرحنا في وقت سابق انه الكلام يكون عن زواج، لأنه الغنوصيون كانوا جماعة عندهم خلل في التفكير، بديش أقول عندهم مرض نفسي، كانوا يقولوا إنه الله لم يخلق جسد الإنسان، اللي خلق جسد الإنسان هو كائن ثاني، جسد الإنسان لا يليق بالله. طيب هذا مناقض لإيش؟ لكلام ربنا في سفر التكوين. شو بقول؟ بعد ما الله خلق الإنسان ورأى الله ما صنع فإذا هو جيد جدا. كل إشي قبل رأى الله ما صنع فإذا هو جيد، وقت خلق الإنسان رأى الله أنه جيد جدا. وبتعرفوا المثل اللي نقوله، جنة بلا ناس ما بتنداس. قبلها كان في جنة بس لم يكن هناك إنسان ليزرع هذه الجنة. يعني زينة الخلق هو الإنسان، كما يقول القديس إرينيوس، مجد الله هو الإنسان الحي. مجد الله هو الإنسان الحي. ثانيا، بدي أعيد شوي كلام قلته في مناسبة ثانية ولكن في الإعادة إفادة. بالنسبة للغنوصيين هذول، إذا أخذنا ما يسمى بإنجيل توما، القول رقم 114، هاي بعدين بقول لك صح ولا غلط، بإمكانكم تتأكدوا ما يسمى بإنجيل توما
القول رقم قديش؟ القول رقم 114. رقم 114. شوفيني يا خالتي يعني. إذا شو بقول عن مريم المجدلية المسيح؟ طبعا على ذمة الكاتب اللي هو كمان باللغة القبطية، مع أنه المسيح ما حكاش قبطي. بيقول عن المجدلية المسيح: قال سأحولها إلى ذكر، حتى هيك يصير عندها فهم وحكمة، لأنه ما من أنثى تدخل ملكوت الله. معناه هذا معقد، معقد، هذا حخام يهودي. طيب إذا هاي صفة. طيب كيف بده يكون المسيح زوجها إذا بده يحولها لذكر؟ الزواج بصير بين ذكر وأنثى، مش بين ذكر ومذكر. برضو كما قلنا في مناسبة سابقة ولكن في الإعادة إفادة، إنه إذا جسد الإنسان شر، معناه الزواج شر مضاعف، لأن الزواج هو اتحاد جسدين. هذا بس في وحدة الزواج، يعني لما في تعدد زوجات أو تعدد أزواج، هي صار إيش؟ صار بلاوي مصائب. والإنجاب، الإنجاب إيش برضو بصير؟ بصير تفاقم الشر. شوفوا ما أحلى الكلمة الإنجليزية والفرنسية والإيطالية بالنسبة للإنجاب. طبعا إحنا بالعرب بنقول إنجاب ومبسوطين على حالنا إنه فيش حدا زينا بيحكي عن النسل والإنجاب. في عنا باللغة العربية تخصص في المفردات. ما أجمل الكلمة، خليني أحكيها بالإنجليزي، الإنجاب بسموه procreation. To procreate. Allah, God creates. Allah يخلق، ولكن الوالدين ما بيخلقوا. They procreate. يعني ينجبون إلى الحياة نيابة. يعني الله بكون موكلهم بالإنجاب. Procreate. وماذا يقول لنا قداسة البابا العبقري بنديكتوس السادس عشر؟ بقولنا الإنجاب هبة من الله. نفس الكلام اللي كنا نحكيه قبل مع الدكتور وليد، عدم الإنجاب هو إيش؟ هذا كمان ثقافة الموت. وشو بقولنا التاريخ؟ كما يكتب الأب أو المونسنيور لويجي نيجري في كتابه اللي اسمه اتهامات ظالمة للكنيسة، اتهامات ظالمة للكنيسة، فالسي أكوزي كونترا لا كيزا، يعني ثاني صفحة أو ثالث صفحة. شو بقول من الفصل الأول؟ بقول لما في شعوب تندثر أو تتدهور، تحل محلها شعوب أخرى. فيش فايدة، بدكمش تخلفوا بلاش، شعوب ثانية راح تكسركم. هذا قانون طبيعي وفيش فيه رحمة، مع الأسف فيش فيه رحمة. إذن نرجع إنه مش ممكن في العقلية الغنوسية المرضية pathologic، مش ممكن يكون في مقصود ولا في أي مكان الجسد ولا في أي مكان الزواج، لا بالنسبة للمسيح ولا بالنسبة لغيره. تسمع عما يسمى بإنجيل يهوذا، برضو هذا غنوصي. يمكن في كمان كتب تانية منحولة منسوبة ليهوذا. إنجيل يهوذا الغنوصي شو بيقول؟ طبعا على ذمة الكاتب، المسيح يرجو يهوذا الإسخريوطي. شو بقول له؟ بقول له يلا سلمني إلى أعدائي حتى أتخلص من هذا الجسد. إذن موقف مرضي. بستفيد من المناسبة أقول لكم إنه مسيحيتنا إحنا مش مرضى نفسيين. لما بنكرم الصليب والمصلوب، تعرفوا في مرض نفسي اللي هو محبة الألم. في بشر بحبوا يتألموا،
وفي مرض نفسي ثاني محبة التعذيب في بشر بحبه يعذبوا الثانيين ويجدون نعم ويجدون لذة في ذلك. احنا المسيحيين مش مازوشيستيين بالنسبة الى الكونت دي مازوش اظن من النمسا، احنا مش انه مبسوطين انه المسيح اتعذب لانه اتعذب، ما من حب الصليب كأداة عذاب، كأداة عذاب ننفر منه ولا لا؟ خلاص أداة العذاب تحولت إلى أداة خلاص وفداء وخلاص وفداء وبرضه تمجيد ليسوع نفسه زي ما قال في يوحنا 12:32 إذا بتتذكروا النص يوحنا 12:32 وأنا إذا ارتفعت عن الأرض جذبت إلي الكل. حتى الكلمة اليونانية أنا إذا رفعت في المجهول، هلا أبونا راح أشوفها إبسوثي. إذا إنجيل يوحنا فصل 12:32. إذا حلو نعرف إنه هذه البدعة كانت مش بس منشقة عن الكنيسة بل كانت أيضا فيها إيش؟ خلل نفسي أو مش خلل واحد. وبستفيد من المناسبة إنه أنبه إنه كثير من اللي انشقوا عن الكنيسة مش من اليوم، على الأقل من القرن 16 بعد حتى سوء فهم لما قاله مارتن لوثر وغيره صابهم إيش؟ خلل نفسي. في ناس منهم بطلوا يأكلوا ويشربوا. ليش؟ قال المسيح قال لا تهتموا لأنفسكم بما تأكلون أو تشربون. في ناس تركوا بيوتهم صاروا يعيشوا على السطوح. قال ليش؟ قال المسيح قال ما تسمعونه بالأذن اكرزوا به على السطوح. في ناس حرقوا الكتاب المقدس جملة وتفصيلا لأنه الحرف يقتل. يعني بتلاقي طبعا لما ما فيش سلطة كنسية تقول لك هيك يفسر الكتاب المقدس كل واحد يفسر على خاطره. لقيت ان النص اذا انجيل اعطيني بس نظاراتك ابونا هذا فصل 12:32 مش ايوه فصل 12:32 كاغو ايان ابسيثو كاغو ايان ابسيثو اكتسييس اذا وانا انتس الكيسو بروس ميافتون ميافتون. طيب اذا الكلمه الاولى ايش؟ ابسيثو اكتسييس ابسيثو يعني عندما ارفع صيغه المجهول ارفع على ايش؟ على الصليب. قال هذا مشيرا ايش برضو اذا كملنا بالميتو الين يعني هذا ما قاله مشيرا الى اية ميتة سوف يميت. نعم انه باي موت ميتة سيقتل لانه بتعرف ممكن انتم تتوهموا احنا مش بس انتم وانا اذا رفعت عن الارض ممكن نتوهم انه بيحكي عن صعوده. معلش لقيت النص دكتور اقرأ لنا لطفا يوحنا. نعم وانا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع. كمل. نعم قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يموت. اذا مش يشير الى صعوده ارتفع عن الارض بل الى صلبه. نعم الان بدي ازيد تفصيل ثاني في القسم الاول. انتم متذكرين لساتنا بالقسم الاول من حديثي اللي هو ما هي الكلمة القبطية الموجودة هون. حاولت عن طريق الانترنت لأنه ما قدرتش أقرأ النص مظبوط لحد الآن ما بعرف أقرأ تماما اللغة القبطية مع أنه ثلاث أرباعها أحرف يونانية يعني ما عدا سبع أحرف زادوها. طيب إذا الكلمة اليونانية كينونوس زي في ما يسمى بإنجيل فيليبوس فصل 59 جملة 10 إلى 11 فصل 59 جملة 10 إلى 11
شايف إنجيل إيش؟ إنجيل فيليبوس فصل 59 جملة 6 10 إلى هذا برضه إنجيل غنوصي غنوصي نعم كينونوس هي تكتب كينونوس تكتب كوينونوس من كينونية تعني إيش الشركة شركة شريكة في الأفكار يعني عمرك ما بتلاقي في العهد الجديد كلمة كينونوس بمعنى زوجة في على القليلة كلمتين في اليوناني اللي هي زوجة اللي هي جيني أو سيزيغوس خلينا نقول في اللغة اليونانية الحديثة بس عادة في العهد الجديد تلاقي كلمة واحدة امرأة يعني جيني طيب هلا القسم الثاني الآن السؤال ماذا يتغير لو كان المسيح متزوجا لا يتغير علينا شيء من ناحية طبيعتي المسيح المسيح إله حق وإنسان حق إيه الرسالة للعبرانية تقول جرب مثلنا في كل شيء ما عدا إيه الخطيئة الزواج كزواج سر مقدس طبعا بالنسبة لنا الزواج سر مقدس فقط لما بيكون زواج رجل واحد بامرأة واحدة تعدد الزوجات عندنا خطيئة تعدد الأزواج عندنا خطيئة إذن لا هل يتغير شيء من طبيعة المسيح الإلهية لا هل يتغير شيء من طبيعة المسيح الإنسانية لا طبعا التبتل خلينا نقول أكمل من الزواج ولكن الزواج سر مقدس وسيد المسيح أقام أول معجزة بمناسبة إيه؟ عرس بمناسبة عرس في قانا الجليل الآن ظل علينا ماذا يتغير من ناحية القوانين الكنسية قوانين الكنسية بتعرف في ناس بيقول لك هون راح يتغير إشيين الإشي الأول إنه راح يسمحوا للنساء بالكهنوت خصوصا إذا زوجة المسيح كانت مريم المجدلية وبعدين راح يلغوا البتولية للكهنة وللرهبان أو الرهبان اللي بدهم يصيروا كهنة مثلا خلص لازم يلغوا بتوليتهم لازم يتجوزوا بما إنه المسيح تزوج اولا اذا فرضنا جدلا انه المجدليه او غيرها كانت زوجه المسيح هذا لا يعني انه اعطاها الكهنوت زوجه شكل وكاهنه ايش شكل ثاني ثانيا بالنسبه للكهنوت الكنيسه الارثوذكسيه فيش عندها مشكله إذا كان المسيح إذا فرضنا المسيح متزوجا لأنه هاي في رجال متزوجين زي أفضل أبونا حنا وتقبلهم الكنيسة الكهنوت نفس الشيء كنيسة الكاثوليكية الشرقية ما تزعلوش يا عمي كمان الكنيسة الكاثوليكية الغربية أحيانا تقبل رجالا متزوجين لدرجة الكهنوت في واحد في إيطاليا في شمالها مقاطعة الفينيتو هذا عنده ثلاث أولاد كهنة وبنت راهبة بعد ما ارتسم ابنه ثالث كاهن تقدم هو إلى الأسقف اللي رسم ابنه قال له يا سيدنا أنا بشعر كمان بالدعوة الكهنوتية منه أنا شاب صغير بس بعدين ظروف الحياة جوزت وخلفت وهي وبعدين فعلا رسم كاهن وفي شروط في رسائل ماربولوس لأهل لتيموثاوس وتيتوس شو الشروط عند الرجل المتزوج حتى يقبل كاهنا إذن هذا اللي بحب أحكيه أو هذا اللي حبيت أحكيه كملخص إنه ما نفهمه من الإنجيل المقدس إنه المسيح لم يكن متزوجاً هلأ في كمان إشي مهم أعداء المسيح
خصوصا في التلمود عمرهم ما اتهموا بأنه عمرهم ما جابوا سيرة أي زوجة له، وعمرهم ما اتهموا بأي شيء على الأقل حسب علمي يخص النساء أو أي شغلة تانية. يعني عمرهم ما اتهموا الناصري لا بعلاقات مع نساء ولا بدون مؤاخذة بعلاقات شاذة مع رجال أو أطفال، بدون مؤاخذة أو زواج أو زواج عادي. نعم. اللي بنذكره مثلا في سندرين اللي هو المحفل، يعني أحد كتب التلمود البابلي 43 ألف بيقول لك عشية عيد البيصح علق يسوع لأنه أغوى إسرائيل بالسحر. إذن هايهم بيتهموه إيش؟ إنه كان ساحر، ولكن ما بيتهموه بأشياء. شكرا لإصغائكم. أكيد في كثير أشياء تانية الواحد ممكن يحكيها. خليني أشكر الإخوة وبالذات الأخ ساهر على أنه دائما بيضعنا على شبكة الاتصال الإلكترونية هاي اللقاءات. ومعلش بسمح لنفسي قدامكم أسأله قديش صار عنا مشاهدين لحد 21 ألف. فإذا كمان أنتوا بتشجعوا عنا على اليوتيوب والفيسبوك أم جميع الكنائس وعلى وعلى اليوتيوب لوحدها باللغة الإنجليزية Holy Land Catholic Orthodox Church. Holy Land Catholic Orthodox Church. وشكرا لإصغائكم.